هلا مرحبا فيكم معنا مشاهدينا في حلقه جديده من يامعتنا في الافنيوز. يتجدد اللقاء اليوم وكل يوم بكم من مجمع الافنيوز تحديدا عند بوابه الميناء. ومساء الخير يا زميلي الغالي صاحب الضحكه الرائعه حمد. الله يسلمك ويخليك، مساكم الله بالخير، حياكم الله مشاهدينا، والله يتبارك عليكم شهر رمضان وكل ليالي المباركه. ودائما يامعتنا جميله في الافنيوز مع المشاركين، مع يعني اللي يحب يفوز، مع اللي يحب يشارك، مع يعني ازدياد الجمهور يوم عن يوم. دلال قاعد اشوف ناس حتى قاعده تتعنى صحيح من خارج مملكه البحرين، من الدول القريبه تجي من اجل البرنامج ومتابع البرنامج حتى بادق تفاصيله. صحيح، قبل كم يوم لقيت واحد من جمهورنا في الامارات يقول لي وين الجيمات اللي كلتها؟ والله الله عشان قلت له اذا دلال شافت الجيمات اللي كليتها تبي تشوفها تسوي لي مشكله دي. فعلى العموم وجود الجمهور دعمهم ورايهم صحيح جميل، خلينا دائما متحفزين وندخل بروح حلوه وفي عطاء مستمر. اكيد دائما نذكرهم ان برنامجنا برعايه جي اف اتش ومجمع الافنيوز، وكل التقدير والشكر لمجموعه من الرعاة اللي يقدمون مجموعه من الهدايا المنوعه مثل الموت، رماسات للعطور، طيف الامارات، مجوهرات العلوي، مجوهرات الجنه، محلات ريفا، بيوتي بلن للعطور، وكذلك بيرفوميستا العود. ونضيف عليهم يا حمد مطعم انجلينا ولومي ومزمز ويا سلام والجزيره بيرفيوم ومطعم ذا هاوس بوت وتي كلاب وذا اوشي وذا فود هول وايضا مينيسو هيلتون جاردن اند بحرين بي وايضا اصغر علي واتش جي اي وسنبون والمصممه العالميه كبرى القصير. بما ان عندنا جمهور حتى من خارج مملكه البحرين قاعدين ويتعنى ويتابعنا، ايش رايك نبتدي؟ يلا ننطلق يا حمد ننطلق. وين؟ يمين يسار وسط ان شاء الله ولا يهمك وسط وسط. 2230 2230 موجود؟ وينه؟ موجود؟ حياك. اهلا اهلا مرحبا. مساء الخير، كيف الحال؟ شو اخبارك؟ بس انا وانت طيب؟ انت طيب بخير. شو اخبارك مع رمضان واجواء رمضان وليالي رمضان؟ والله الحمد لله الجو حلو وطلعت شو البرامج بشكل عام؟ شلون يومك الرمضاني؟ هو اغلب الوقت بيضيع في الشغل وفي الفطار والسحور يعني، بس في طلعات في الوسط كده. جاهز للفوز؟ يا مسهل. ما راح اسالك جاهز للسؤال، جاهز للفوز على طول. ان شاء الله. مستعد. سؤالي ان شاء الله راح يكون سهل. طب. اين يقع مركز عيسى الثقافي؟ بمملكة البحرين طبعا. حورة، القضيبية، الجفيرة. مركز عيسى الثقافي. مركز كبير موجود. حجم كبير وطبعا في كثير من الفعاليات الثقافيه اللي تقام بشكل سنوي. وين يا حوره، القضيبيه، الجفير؟ هو قريب من جامع اسلامي كبير في البحرين. ايوه دائما الخيار الاخير يكون صحيح وانت أب؟ صح. لا ما شفت بس عرفت انك الجفير. يلا يلا بينا. عندك من واحد لسته حياك. يلا حياك. ايوه دعية حلوة، يلا تفضل. يلا نحسبهم مع الجمهور. يس كاش. صوت عالي. احسبهم صوت عالي. 200 حلوين. 200 دينار حيو يستاهل. الف مبروك عليك بالعافية. احنا نبي النبرة العالية ذي، نبرة الفرحة. كاش. يلا وين؟ بعد وسط؟ لا يسار؟ ان شاء الله يسار. يسار 2314 موجود؟ وينه؟ 2300 موجودة؟ و14 موجودة؟ حياك. يا سلام يا سلام على هالسؤال. ايش رايك؟ قد ما رحت ذي المكان اللي هاي الجواب اكيد لازم. اكيد مرحبا اهلين. يا هلا شلونك؟ انت بخير وانت بخير يا رب. شلونك اخبارك؟ الحمد لله بخير. شلونك مع رمضان وليالي رمضان؟ الحمد لله زينه. شو البرامج عاده؟ زينه الحمد لله. لا وين يعني وين تروحين؟ وين تجين؟ برمضان؟
الافنيوز السيتي دائما الافنيوز حق طبعا حلو الانتماء ها يايا متعنيه حق يمعتنا في الافنيوز اي والله اليوم اي والله جاهز الفوز ان شاء الله جاهزين يلا في حلبة موجوده في مملكه البحرين حلبة دوليه معتمده وفيها سباقات وقبل شهور بسيطه كان فيها سباق عالمي شو اسم الحلبة ما في خيارات حلبة ايه حلبة المنامة الدولية، حلبة الصخير الدولية، حلبة البحرين الدولية. حلبة البحرين الدولية. ايوه برافو. رحتي من قبل هناك؟ اي. تمام يلا نختار واحد من الصناعي. عندك واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة. اختار ثلاثة. روحي يلا حياك. روحي له يلا. حياكني. عشان نشوف الجائزة مع بعض. افطار لشخصين من هيلتون جاردن ان حيوها تستاهل عليك بالعافيه حياك اواكين تفضلي يا هي 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 شال جواز شال حماس يا هي 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 امانه البحرينيين يا هي 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 تختصر كل شيء دلال مثل ما قلنا في البدايه ان الجمهور البحريني والغير بحريني واللي قاعد يتعنى من خارج مملكة البحرين عشان يتابع البرنامج كل واحد عرف عن البرنامج بطريقة مختلفة صح الحلو انه مو بس قاعدين يكتفون بالمتابعة قاعدين يجون ويحبون يجربون حظهم ويشوفون الأجواء فخلينا اروح ويا الجمهور اللي قابلته خلينا نشوف آراءهم عن البرنامج يلا شلون عرفوا عن البرنامج ونرجع نكمل ننطلق وراجعين يعطيك العافية وكل عام وانت بخير. انت بخير صحة سلامة. شو رأيك البرنامج؟ سمعت عنه من قبل، شفته، تابعته في التلفزيون؟ اي والله تابع البرنامج، يعني برنامج حلو ويعني بدالة طيبة منكم. شلون عرفت عن البرنامج؟ سوشيال ميديا، تلفزيون، أحد قال لك من لها؟ هو التلفزيون، أنا متابع حق تلفزيون البحرين وأشوفه يعني بالليل. أول مرة تشارك اليوم؟ اي والله. إيش قد نسبة التفاؤل أنه ممكن يطلع رقمك؟ والله إن شاء الله متفائل يعني بدرجة كبيرة كم يعني بالنسبة؟ النسبة 50 50 نبيها أكثر شوي 60 زين إن شاء الله والمعلومات أخبار هالمعلومات العام مع البحرين؟ إن شاء الله معلومات لو نورتنا في المسرح أمورك طيبة إن شاء الله معلوماتي بتكون زينة موفق إن شاء الله أجمع أجمعين سمعتي على البرنامج تابعتي من قبل؟ أيوة شفته على قناة البحرين يعني مسابقات وأشياء زي كذا رأيك في البرنامج؟ والله حلو يعني أعطانا جو كذا يعني شجعنا يعني أحس يونسنا يعني يغير جو رمضان كذا الروتين والخمول والأشياء أحس مشجعنا مرة يعني جاية تشاركين اليوم؟ أي جاية إن شاء الله أشارك يعني أنا جاية عشان البرنامج عودة لكم مشاهدينا من جديد طبعاً إحنا جداً سعداء بهذه التعليقات وهذه المقابلات اللي قاعدين نأخذها مع الناس ونتمنى أيضاً كل من يتابعنا يكون موجود معانا في الأفنيوز ونحب نذكر المشاهدين يا حمد إن شرفونا في مجمع الأفنيوز بوابة الميناء أخذوا لكم رقم يمكن يحالفكم الحظ والنصيب تكونون معانا وتفوزون جائزة حلوة فرصة إن نشوف حلوة كلمة إنه أنا ياي أو أنا ياي متعني علشانكم صح واحد من ديره لديره عشان البرنامج هذه فخر كبير على فكره بقول لك يا حمد ترى جوائزنا في امعتنا في الاب نيوز هي اللي حققت الانتشار الكبير بين الجمهور تتفق معي ولا لا اتفق وجمهورنا وكل مشاركينا يستاهلون جاهزين جاهزين يلا جاهزين 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 لا ما اسمعوش ما اسمعوش ترى 2350 2350 وينه 2350 2350 موجود حياك وصل ايه شوف الابتسامة شوف الابتسامة يا ركيب يعني احب الواحد اللي جاي يعني واثق من نفسه واثق انه هو بيفوز صح ان شاء الله ما حد هي معانا هني ونورنا الا فايز اكيد اكيد باذن الله احنا ايضا فايزين بشوفتك يا
عليكم السلام. مرحبا. الله يخليك، تبارك علينا وعليك. شلونك؟ الحمد لله رب. طيب؟ بخير الحمد لله. شلونك في رمضان والاجواء؟ نعم والله الحمد لله. ايش عندك في الافنيوز اليوم؟ والله انا كل يوم اجي والعيال، بس اليوم جيت بروحي. اوكي، شلون سمعت عن البرنامج؟ في التلفزيون. في التلفزيون. ها حلو، ممتاز. دوم كذي عيال ننطلق ان شاء الله. نعطيك السؤال على طول، يقول لك كم عدد اعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الشورى؟ 40 40. شو رايك حمد؟ الثقه شفتي جوي، اذا واحد واثق من نفسه خلاص كل شيء صح. متاكد؟ ان شاء الله. 40 40؟ متاكد؟ ان شاء الله. وانت صح؟ عندك البوكسات، اختار واحد منهم. يلا تفضل، خذ اللي فيه. بتاع الصندوق وعليك بالعافيه. حياك معانا هني، تفضل. افتح الجائزه، خلينا نشوف شنو هي. افتح. افتح. يا زين الجوائز، يا زينها. يستاهلون. ليلى في فندق الهيلتون جاردن ان بحرين بي، طبعا حق شخصين. ليلى حق شخصين تستاهل. عليك بالعافية، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. الله يخليك. نسحب على الثاني حمد؟ نسحب على الثاني. اخوك اسحب على الثاني وتخلص الحلقة. نسحبين عيلهم. جمهورنا جاهزين؟ ما اسحب؟ جمهورنا جاهزين؟ اخر رقم لليوم في الناس. اوكي بس على امرك. هاي استوى الثريد هالكذا تخلطين. ذكرتني بالثريد. 2 3 6 6 2 3 6 6 2 3 6 6. لحقي على جائزتك، موجودة؟ حياك. سهالات، الحين بتكون سهالات بعد مو؟ لأن شيء السؤال له علاقة بالإناث. صح. صح. والإناث يعرفون أمور الإناث، والله والله شو تقولي أنت؟ أنا أتفق وياك، فيك شو تقوله حمد؟ شو تقوله صح؟ إيه. مرحبا، شلونك؟ الحمد لله بخير. شو أخبارك؟ تمام بخير الحمد لله. شلونك ويا أجواء الأفنيوز ورمضان؟ ما شاء الله. شنو أكثر شيء تحبينه في مجمع الأفنيوز؟ والله أنا مش باقي كتير الأفنيوز عموماً يعني، بس عرفت المنطقة هنا من المسابقة. يعني جاي متعني حق المسابقة؟ إن شاء الله عاد ما يزعلون من المجمع لأنه جاي لنا أساساً. إنزين، نقول السؤال على طول. من الأزياء الشعبية النسائية في مملكة البحرين واللي تمتاز بالدقة في التطريز وألوان مختلفة. شو يسمونها؟ اعطيها الخيارات، بدها تسهل امورها بالخيارات. زين، ثوب النشل ولا ثوب النشل ولا البشت؟ ثوب النشل. ثوب النشل؟ وانتي صح. قوله. وانتي صح، ما تعبتيني اليوم. عندك اختاري واحد من البوكسات. هم اختاروا اربعة تقريبا. هاي ستة روح يلا. ثلاثة ان شاء الله. روحي له. ثلاثة مفتوح. اختاروا من قبل، اختاري غيره. عندك خمسة، عندك اثنين وخمسة. اختاروا خلاص. ايه. خمسة. افتح خمسة. هيا استفضل. هاي أيوة. فضون اعتقد. ايه. ليلة حق شخصين. ليلة حق شخصين في هيلتون جاردن ان بحرين بي. تسلمون. عليك بألف عافية. وتذكري ثوب النشل. ان شاء الله. حياة الله. كاش. ما في كاش؟ في كاش. تقعد تقول كلماتي يا حمد. لا لبستي ثوب النشل من قبل؟ ايه لازم. هذه الصورة عندك شيء موثق؟ عندي عندي. ممكن تعرضينه حق المتابعين الايام الجاية؟ الليلة. انت بثوب النشل؟ وانا بثوب النشل. من يوم احنا صغار يا حمد دائما في المناسبات يلبسون ثوب النشل. تمام. ليش؟ لان احنا لازم نحافظ على الازياء الشعبيه للبلد او الديره اللي احنا ننتمي لها. طبعا البحرين زاخره بالثقافات الشعبيه. بما ان البحرين زاخره بالثقافات الشعبيه، احنا نقول وصلنا الى نهايه جمعتنا لهذا اليوم اللي تاتيكم بشكل يومي من مجمع الافنيوز برعايه جي اف اتش ومجمع الافنيوز، وايضا فيها العديد من الهدايا المنوعه من مختلف الرعاة اللي يقدمون لنا باقة حلوة من الهدايا مثل ألمود، رمسات للعطور، طيف الإمارات، مجوهرات العلوي، مجوهرات الجنة، محلات ريفا، بيوتي بلند للعطور، وكذلك بيرفوميستا العطور، وأيضا مطعم أنجلينا ولومي ومزمز ويا سلام والجزيرة بيرفيوم
مطعم ذا هاوس بوت وتي كلاب ومطعم ذا اوشي وذا فود هول وميني سو هيلتون جاردن اند بحرين بي واصغر علي وسينابون واتش جي اي وايضا المصممه العالميه كبرى القصير. باكر ان شاء الله يمعه جديده دائما في مجمع الافنيوز. حياكم نورونا وفالكم طيب. عند بوابه الميناء لا تنسون خذوا لكم الرقم وان شاء الله فالكم الفوز. ننتظركم بكره في نفس الموعد. مع السلامه.